السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا هذا شوتر روتور ميكانيك ضايع. هذا البالون ديالو هو طاير، ما عندناش كنديرو نقطعو الماء. اون فوا كطلق الماء كيخرج ديالكم وهي مكيقطع. حنا غادي نديرو دابا، غادي نقوم بالعملية ديال الإزالة ديال هاد الروتور. نزولو نبلاصو، نحاولو نصلحوه ان شاء الله. العملية ديال الاصلاح شوها كي دايره ان شاء الله، كيفاش كيداري كيدير يخدم، الطريقة ديالو الخدمة غتعرفوها كي دايره ان شاء الله. ريت ما نزولو ان شاء الله، انا غادي نوريكم. دابا حاليا حنا زولناه من البوطة ديال الماء. هذا هو الفلوتور اللي كتشوفوه قبيلة كنعوج، وهذا بالضبط، وهذا البالون ديالو. وهذا كيتحتاج ملي كيكون الماء مبقاش كيتحكم لنا في البوطة، لأن هذا كيقطع اوتوماتيك الماء بطريقة الاقتطاع. هاد الناس بحال دابا البلومبية ولا هذا راهم عارفين هذا، ولكن راه حتى الناس كلهم تقريبا يقدروا يكونوا فايتين شايفين هذا. غير طريقة الإصلاح ما كتكونش أكثرية، كيخسر لهم بحال هذا كيرميوه، لكن هادشي راه كيتصلح. صغير إنسان ما يتسرعش، راه كل حاجة راه تيخصها شوية ديال الذكاء. إن هذا هو الأساس، هو هاد الراس، هذا هو اللي كيقطع الماء. هادي كلابي كتسمى، هي هاد الرويس، هذا راه هو الكلابي بالضبط، هذا اللي كتشوفو قدامكم، وهذا اللي كيطلع ويهبط. حنا غادي نحاولو نصلحوه دابا حاليا ان شاء الله. هذا سير كليبس او لا فران كيكون هنا الفرانات، لان هذا راه شو كيراه عوج، مبقاش يعني مديفيوي، ما خصناش نخليوه عوج. فنحاولو ندريسيوه، عاد نديوهم بلاصيوه بلاصتو. كاين واحد ها هو راني زولت الاول، ها هو ديال هاد الجانب، ودابا هاد الثاني هذا ديال الجانب الثاني. كل واحد عنده بلاصتو. دار مازال مزيان، مازال يقطع، يعني ماشي شي حاجه اللي غامضه. غير نحاولو ندريسيوه صافي، ما يبقاش عوج. الدريساج ديالو شويه قاصح، سويت دريسا ولي مزيان. سقط الضوء ضربه، ما يبقاش مايل، داك العوجيه هي السبب علاش داير داك المشكل. راه من العوجيه التيج هذا خصو يكون دروا، هذا اللي كتشوفوه خصو يكون دروا، عادي يمكن لك تمشي تركبو بلاصتو وغيقطع ان شاء الله. هنا كنتساعدو معاه بشويه. دا الصولة ماربر خصني نحطو، نحاول ندريسيه مزيان. هدا راه ماشي دريساج، هدا راه كتكون نحاس اللي كتشوفها قدامكم. دابا انا غادي نمشي ندريسي هادي ونجي عندكم ان شاء الله نوريكم كيداير الطريقة ديال المونتاج. دابا حاليا انا دريسيتها، هيا ولات دروا بلا، مبقاتش عوجة. قالي غير هذا غادي نهبط عليه باش يولي دروا. فوالا، هادي العملية ديالها كي كيكون داير باش يمكن له يحبس لنا، ميخليناش الماء يهبط في وسط البوطة. دابا نحاولو نمونطيوه بلاصتو. هادو لي سير كليبس ديالهم، هما هادو
هو طاح بلاصتو، وهذا السير كليبس وتميل له هذا الريس، هذا باش ما يبقاش باش ما يخرجش. هذا الفران، الفران كي كتشوفهم هنا باش ما يلعبش باش ما يخرجش عاوتاني مره اخرى. فوالا ها هي الطريقه ديالو المونتاج. خلنا غير هذا نركبوه البالون، نحاولوا نركبوه هنا البالون عاوتاني يركب بلاصتو. تحلوا هاد الكرو هذا باش يطيح في البوزيسيون ديالو. غادي يكون جاي معاهم يا هادي بالضبط، هو غادي نبلاصيو هنا. ها هي لقينا الفرطه ديالو فين كيركب، فوالا ويولي لنا مسائل هي هذيك حوايج بساط ضايعين، غير ضايعين غير حويجات بساط فيه واقف متشريش. هذا هذا كيتصلح، هذا الاصلاح ديالو هو هاد الطريقه اللي راني درتلو دابا كي كتشوف هي طريقه الاصلاح. ها هو قلنا غير نمشيو نبليصو نبلاصيو بلاصتو ان شاء الله، وغادي نوريكم كي داير البلاصه ان شاء الله. هانتوما معايا دابا كي كتشوفو حنا ركبنا فلوتور بلاصتو، هو هذا هو هانتوما كتشوفو مونطي بلاصتو، وهذا فران كيطلع ويهبط. ها هو دابا غادي نمشيو نديرولو الماء و الماء وشوفو واش كيحقق. حيت راني أرا هبط الماء، هادي العملية ديالو بحال لي كيطلع هو خدام خدام خدام. فوالا أنا كنجرب واش كيقطع. فوالا فوالا شتي هو قطع، يعني غنولي نهبط هو خدام هو كيعمر. لا يعمر من يزيد الماء حتى الفوق راه غادي يقطع راسو. شوفوه بحال راه كان الماء كينقص. فوالا ها هو تيقطع ديفينيتيف، هو قطع. هي الطريقة ديال الإصلاح ديالو. هدا هو الفلوتور أنا شادو في يدي، هدا البالون لي كيعمر خصو يقطع بهاد الطريقة. دابا راني غير ملي مكاينش النيفو، ملي غيطلع النيفو ديالو راه غيشد إن شاء الله. هاد الما راني ركبتو، غنوريكم شنو ركبت. دابا حاليا أنا ركبتلو هنا سير كليبس ها هو، ودرتلو هنا أن سير كليبس ها هو، وصلتلو هنا أن سير كليبس في هاد البيصة هادي ها هو يسلك. ولكن درتو سير كليبس، وصلتلو أن سير كليبس هو من الداخل هنا. إذا واحد جوج ثلاثة أربعة ديال لي سير كليبس لي كاينين هنا، كل واحد عندو الدور ديالو. وهذا الراس لي كيهبط ويطلع هو هذا لي كيقطع الماء، وهذا بالضبط هذا الراس. ولا مشيت شديت هكا بيدي غادي نقطع الماء وخا نطلقو، لكن في عوض هاد العملية غنشد أنا بيدي كيخدم هاد الدور. هاد البالون هذا البالون لي خصو يطلع ويهبط، هو لي خصو يبقى يهبط ويطلع، خصو يهبط ويطلع في وسط الماء. وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الطريقة ديرو تصلحو. أن فلوتور ميكانيك، هدا فلوتور ديال الماء، كيكون سيترن. هادي راه شاطو، تشوفوه شوف البوطة قدام، البوطة ديال واحد البومبا ديال الماء. هاهي البومبا، هدا راه خارج منها الدخول، وهادي هي البومبا ديال الماء. فين هي؟ هي هادي اللي راه عاطية تما، ومنها كاين، وهذا الحصار ديال الماء اللي كاين هنا فيها بالضبط. كتشوفوه، وهذا اللي كنقطع وغنخليه خدام حتى يقطع راسو. دابا ما تنساوناش من لايك وديزابوني، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.